مع بدء زيارة أمير قطر، ترامب يشيد بعلاقات قوية مع الدوحة. قطر حليف عظيم ضمن قصصنا لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ماكو عبر حسابها على موقع إنستغرام انضمام الممثل التركي مراد يلدرم لأسرة الفيلم، وتعد هذه المشاركة الأولى للممثل يلدرم في السينما المصرية. ويشارك مراد في الفيلم رفقة الممثل السوري قصي خولي ونهد السباعي وسارة الشامي. وماكو هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة غرق العبارة سالم إكسبرس الشهيرة عام 91 في أعماق مياه البحر الأحمر. قصتنا التالية مع الممثلة السورية مها المصري، التي لم تتمالك نفسها عند حديثها عن اعتزال التمثيل بسبب التنمر الذي تعرضت له بعد فشل بعض عمليات التجميل التي ألحقت أضراراً بوجهها. المصري وفي لقاء لها مع الإعلامية علا الفارس التي صادفتها في برنامج مع أو ضد، أعربت عن ندمها الشديد لخضوعها لهذه العمليات. مها المصري عادت إلى الأعمال الدرامية في مسلسل سلاسل ذهب بعد غياب طويل عن الساحة بسبب تعرضها لمشاكل جراء عمليات تجميلية فاشلة أدت لتغير ملامحها على نحو ملحوظ. عشاق المغامرات لا حدود لهم أبداً، حتى لو كانت على أطول مبنى في غرب أوروبا، إذ شهد رجل وهو يتسلق الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب تشارد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً عن الأمر، مشيرة إلى أن المتسلق لم يعتقل. وناطحة السحاب هذه هي أطول مبنى في غرب أوروبا، وتقع قرب جسر لندن، ويبلغ ارتفاعها 310 أمتار. في خبرنا الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لن تتعامل مع السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش بعد تسريبات دبلوماسية وصف فيها ترامب بعديم الكفاءة وأنه غير مؤهل. كما هاجم ترامب رئيسة الوزراء تيريزا ماي معتبرا أن هذه الفوضى هي من صنعتها. وكانت صحيفة ديلي ميل قد نشرت في وقت سابق مراسلات دبلوماسية سرية مسربة بطريقة غير معروفة، وأكد صحتها مسؤول بريطاني لموقع سي إن إن الأمريكي. فيما بدأت الخارجية البريطانية أول من أمس تحقيقاً في تسريب هذه المراسلات. خبرنا الأبرز مع زيارة أمير قطر إلى أمريكا، حيث أشاد الرئيس دونالد ترامب بعلاقات بلاده مع الدوحة، واصفاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالصديق الرائع. جاء ذلك خلال كلمة لترامب في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي بمناسبة زيارة أمير قطر. وقال ترامب إن قطر من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى المحادثات مع الشيخ تميم. ولقاء ترامب مع الشيخ تميم يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي وفق وكالة الأنباء القطرية. وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، ليس بينها قطر، وإيران من جهة أخرى، منذ تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران الشهر الماضي وتخفيض الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في عام 2015. بهذا الخبر نختتم موجز اليوم من عربي بوست. ما هو أهم خبر بالنسبة لكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام وتويتر. أراكم غدا في موجز جديد.